المراكز يتمتعوا بصغر السن، وقد أطلق على فريق الأولمبي فريق المثقفين لوجود عدد كبير من لاعبين من طلبة وخريجي الجامعات. الفرقتين بيجروا مزيدا من الإحماء. بيمثل نادي الزمالك النهاردة في حراسة المرمى حسين السيد، خط الظهر من اليمين حسين عبد اللطيف وأشرف قاسم وهشام يكن وأحمد رمزي، خط الوسط مكون من رضا عبد العال واسماعيل يوسف وعصام مرعي وإيمانويل، اما الهجوم فمكون من مصطفى نجم وايمن منصور. اما فريق النادي الاولمبي فبيمثله محمد كامل، خط الظهر من اليمين عطيه عبد الهادي وهيثم فاروق ومحمد ابراهيم وطارق الشيمي وعثمان محمد، وخط الوسط مكون من وليد عطيه وشريف علي واسامه يوسف، اما الهجوم فمكون من احمد الكاس وايمن ابو زيد. احتياطي فريق الزمالك النهارده نادر السيد لحراسه المرمى، تامر عبد الحميد وخالد الغندور والشيشيني واحمد ساري. اما احتياطي فريق الاولمبي فسعيد هاشم وعاصم زغلول ومدحت سيد احمد وعبد الله محمد وهاني صديق. جهاز نادي الزمالك مكون من ديف مكي المدير الفني وفاروق جعفر ومعاهم عبد الرحيم محمد مساعد مدرب واحمد سليمان مدرب حراس مرمى وسمير السيد مدير اداري وممدوح مصباح طبيب وذوالفقار الجمل ومحمود صالح لاصابات الملاعب والعلاج الطبيعي. ابتدت المباراه والقاعد في المقصوره الرئيسيه في استاد نادي المقاولين هيبقى نادي الاولمبي بالفانيله الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر على ايدك اليمين، ونادي الزمالك بلباسه الابيض او طاقم فانيلات الابيض المعروف على ايدك الشمال، وكره مع اشرف قاسم بيلعبها لاسماعيل يوسف لاحمد رمزي، ياخدها اسماعيل يوسف ويلعبها لايمانويل، وماشي ايمانويل لكن بتتقطع منه الكاس لشريف علي لمحمد ابراهيم بيلعبها لوليد عطيه للكاس، اسامه يوسف نمره 6 اسامه حلوه لكن فكرتها كويسه من محمد ابراهيم لكن بتطلع بره ما يقدرش يحصلها مع عثمان محمد الباك الشمال للنادي الاولمبي. حسين عبد اللطيف رامي التماس عبد اللطيف لاشرف لحسين عبد اللطيف مره ثانيه بيلعبها بره رجله، محاوله من ايمن منصور انه يلعبها لنفسه لكن مغطي محمد ابراهيم بيطلع الكوره برجله الشمال، يسيطر عليها الكاس بمهاره عاليه لانه كان جنب الخط لكن حسين عبد اللطيف بيشترك معاه وياخدها الزمالك رضا عبد العال، وماشي رضا وسرو جميله لمصطفى نجم وبيلف وبيشوط لكن ضعيفه وبره، ضربه مرمى للنادي الاولمبي. محمد كامل ادي مصطفى نجم لف وشاط كره ضعيفه، مصطفى كان جايب مصطفى نجم جول هدف الفوز في مباراه الزمالك والاسماعيلي اللي فاتت، وعصام مرعي وبيشوط شوطه حلوه وفوق المقص يا دوبك يارده فوق المقص، وسامعين حضراتكم تصفيق الجمهور لان الكور اللي زي دي بتصحصح الجماهير، وعايزين لاعبتنا كلهم يبقى عندهم فكره التصويب على المرمى. ضربه مرمى للاولمبي محمد كامل حارس المرمى. عثمان محمد الباك الشمال بدماغه لكن بتروح الكره لاسماعيل يوسف ويرقص ترقيصه ويديها لايمانويل، وايمانويل على رجله الشمال وبيشوط شوطه هتخبط في دفاع الاولمبي وتروح لاحمد رمزي، ياخدها الكاس ويلعبها في مساحه فاضيه لايمن ابو زيد اللي بيتحرك بعرض الملعب في جبهه الهجوم للنادي الاولمبي، بيلعب راس حربه هو والكاس، والكاس في كثير من الاحيان بيسقط وياخد كوره وهجمه لايمن منصور من ناحيه الشمال بيموه وفاول، فاول واضحه جدا واضحه، ومدي الحكم الفاول لصالح الزمالك. ايمن منصور
واحمد رمزي عند الكوره، والحكم جمال صدقي جنب الكوره. احمد رمزي وجنبه رضا عبد العال، وهنشوف احمد رمزي كره احسن من الكورنر وعلى يمين منطقه الجزاء، واحمد رمزي بيلعبها عاليه بدماغه. اشرف قاسم عاوز يمارس هوايته. اشرف قاسم كان جاب جول في المريخ، افتتح بيه اجوال نادي الزمالك هذا الموسم، وطالع اشرف قاسم بيعلى صحيح لكن بره، وتبقى ضربه مرمى للنادي الاولمبي. محمد كامل بيلعبها عند عطيه عبد الهادي، وبيشترك مع ايمانويل، وبيخبط في ايمانويل وواقع عطيه عبد الهادي، ان شاء الله يكون سليم. وواقع لسه عطيه، وبيستدعي الحكم الدولي جمال صدقي رجال العلاج. والحقيقه جمال صدقي من الحكام اللي لفتوا الانظار في الدوره العربيه التي اقيمت مؤخرا في سوريا، ورشح لإدارة المباراة النهائية منذ بداية الدورة، ولكن وصول الفريق المصري للنهائي حال دون أن يقوم بتحكيم المباراة النهائية بطبيعة الحال. لسه واقع عطية عبد الهادي، و منذ الموسم اللي فات وديف مكي وفاروق جعفر بيحاولوا إنه يثبتوا الفريق، ونجحوا الى حد كبير فعلا في تثبيت الفريق، والتغيير بيبقى في اضيق الحدود. بيعتمد الزمالك على مجموعه من اللعيبه الممتازين بتجمع بين الخبره الدوليه المتمثله في هشام يكن واشرف قاسم واسماعيل يوسف واحمد رمزي، وبين الشباب الصاعد الواعد زي نادر السيد والشيشيني وخالد الغندور. وانتقل اليه ايضا لاعب كان ينافس على هداف الدوري الموسم اللي فات وهو احمد ساري، ومدخره الزمالك للمباريات اللي جايه. لسه طلع بره عطيه عبد الهادي بيتعالج، والاولمبي بيلعب 10 لعيبه، وبتتلعب الضربه الحره المباشره طويله اماميه عند اسامه يوسف اللي واخد مكان في الوينج اليمين، وتروح مره ثانيه للاولمبي شريف علي الى اسامه يوسف، واسامه يوسف بيلعب كره عاليه ومستنيها كان ايمن ابو زيد، لكن برافو دفاع الزمالك. ولكن مره ثانيه بتروح لايمن ابو زيد للكاس، هاتوا خد بين اسامه يوسف والكاس، وتمريره حلوه وفرمله جميله من احمد رمزي انقذ بيها الموقف. احمد رمزي لعبها عند ايمانويل، وايمانويل ماشي وعدي وكسب ارضه، بيلعب كره عرضيه ومفيش موقف، 2-1 اسماعيل يوسف ومصطفى نجم، لكن برافو محمد ابراهيم بينقذ الموقف. مباراه واخده طابع الحماس، وزي ما احنا شايفين هجمه هنا وهجمه هنا، ودي تمريره حلوه من الكاس هيحصلها عثمان محمد الباك الشمال، ومعاه مصطفى نجم وبيطلعها بره مصطفى نجم، وتبقى رامي التماس للنادي الاولمبي. نمره 8 وليد عطيه، ونزل عطيه عبد الهادي بعد ما خد العلاج وسليم الحمد لله ما فيش حاجه، والكوره مع رضا عبد العال، وماشي رضا عبد العال في اتجاه الجول بتاعه لاشرف قاسم، واشرف قاسم لعبه حلوه في مساحه فاضيه جميله لمصطفى نجم، يقدر يمشي ومعاه نمره 15 هيثم فاروق، وماشي مصطفى نجم وبيحاول يسيطر على الكوره، لكن بتطلع منه، بتطلع بره، ضربه مرمى للنادي الاولمبي. كرة كانت ملعوبة حلوة من أشرف قاسم لمصطفى نجم في مساحة فاضية، وما كانش فيه غير هيثم فاروق معاه، لكن هارد لك يا مصطفى. ضربة مرمى سابها عثمان وسابها رضا عبد العال، وتطلع الكورة بره، ولأن محمد كامل حارس المرمى كان هو آخر واحد لعبها، فتبقى رمي التماس للزمالك.
حسين عبد اللطيف، اثنين لعيبه من الاولمبي بيسخنوا. حسين عبد اللطيف على الارض لاشرف قاسم، واشرف قاسم تمريره عرضيه لإيمانويل لرضا عبد العال، ورضا عبد العال علاها وخلى ادى فرصه لوليد عطيه انه يشترك معاه ويخطفها منه بدماغه وياخد فاول كمان وليد عطيه. حوالي 14 دقيقه من بدايه المباراه وما تزال النتيجه التعادل 0-0. اشرف قاسم مره ثانيه، اشرف قاسم لحسين عبد اللطيف لايمن منصور ولحسين عبد اللطيف، وفاول فاول على هيثم فاروق. رمي التماس عكسيه، ايمانويل بدماغه يطلعها شريف علي وشوطه، وشوطه بره اهو، الشوطه بره كانت مخطوفه وملعوبه ايمانويل بدماغه، ايمانويل وتروح لايمانويل بيلعبها على طول في الزاويه القريبه بره ضربه مرمى. ادي ايمانويل بيلعب في المحور الطولي في الجبهه الشمال لنادي الزمالك. خامه كويسه ايمانويل، السنه اللي فاتت عمل مباريات كويسه. كره بره بيطلعها محمد ابراهيم، رمي التماس لنادي الزمالك، حسين عبد اللطيف حسين عبد اللطيف لايمن منصور، وايمن منصور بيلعب معاه هيثم فاروق مان تو مان، بيطلع الكره هيثم فاروق بره مره ثانيه، رمي التماس للزمالك حسين عبد اللطيف، وهيثم ضربة حرة مباشرة للأولمبي بيلعبها محمد إبراهيم لأسامة يوسف، لوليد عطية إلى الباك الشمال عثمان محمد، لأسامة يوسف مرة تانية لعثمان، شريف علي وكرة ملعوبة بيقطعها حسام مرعي. إسماعيل يوسف، واسماعيل يوسف مدي لرضا عبد العال في وسط ثلاث لعيبه، والنتيجه انها اتخطفت من رضا عبد العال وتروح لايمن ابو زيد، ولايمن ابو زيد مره ثانيه، لكن حسين عبد اللطيف مغطي وبيطلع الكوره ياخدها عصام مرعي. وماشي عصام، هو هات وخد مع ايمن منصور لعصام مرعي، والاوفر حلوه وايمن منصور بيصلحها. مش عايزه كل الوقت ده يا ايمن، عايزه الخطف كوره اللي جوه ال 18 بتحتاج للمهاجم اللي يخطفها في لمح البصر قبل ما يجي الدفاع ويتكتل عليه ويطلع الكرة ويقضي على الخطورة. هشام يكن بيلعبها في العمق، هيثم طارق الشيمي بدماغه، تطلع الكرة بره وتتلعب رمي التماس على طول لأيمن منصور، أيمن منصور بيحلع على الكرة وحاطط الخصم او المنافس في ظهره وتطلع كره بره، رمي التماس لنادي الزمالك. ايمانويل بيلعب الاوت طويل، ايمانويل ولعبها فعلا داخل منطقه الجزاء لكن بيطلعها ايمن ابو زيد وبيشوط رضا عبد العال مره ثانيه. لسه في خطوره داخل منطقه جزاء الزمالك لكن الاولمبي، لكن يتكتل دفاع فريق النادي الاولمبي وبيطلع الكره محمد ابراهيم الى اسامه يوسف، وحلوه للكاس، ولاعب ضد لاعب ما فيش غير اشرف قاسم، وداخل الكاس وداخل ومعاه هشام يكن وبيشوط لكن اتاخر وبيلعبها لسه خطره، لسه خطره اسامه يوسف
أسامة يوسف وكرة تانية عكسية بيطلع حسين السيد وينقذها. هجمة كانت في منتهى الخطورة للأولمبي، لكن برافو أشرف قاسم وبرافو هشام يكن، الاثنين جم في الوقت المناسب لأن كان الكاس معهوش غير أشرف قاسم، ورجع بسرعة هشام يكن وبقوا اثنين على واحد، اثنين هشام يكن وأشرف قاسم على الكاس، والفرصة ضاعت من الكاس، لكن حاول ان هو يلعبها عرضية ونجح في انه يلعبها عرضية فعلا، لكن ما قدرش النادي الاولمبي ان هو يستغلها. لأيمن منصور المباراة مفتوحة، ورضا عبد العال وباصة حلوة، هنشوف رضا هيعمل ايه، ويلعب الكرة عرضية بتطلع بره ضربة ركنية لنادي الزمالك. مباراة هجومية مفتوحة، وكان الكابتن البوري قال لي انه هيلعب مباراة هجومية مفتوحة، حتى مش هيلعب توازن دفاعي هجومي، وقال لي ان هو هيلعب 3-4-3. والضربة الركنية للزمالك، ايمانويل برجله الشمال يلعبها لكن بتطلع بره فوق العارضة، ضربة مرمى للنادي الاولمبي. كابتن بوري قال قبل المباراة ان هو هيلعب مباراة مفتوحة وهيهاجم بثلاثة، بالاضافة الى لعيبة خط الوسط اللي هينضموا للمهاجمين، وبيلعب 3-4-3. نادي الزمالك طبعا يسعى الى انه يفوز بهذه المباراة، وبيلعب بطريقة او باسلوب هجومي، راسين حربة ايمن منصور ومصطفى نجم، ووراهم رضا عبد العال واسماعيل يوسف وايمانويل. الكرة مع حسين عبد اللطيف حوالي 20 دقيقة من بداية المباراة، وما تزال النتيجة التعادل 0-0. محمد إبراهيم، هيثم فاروق، أسامة يوسف، لوليد عطية اللي سابها لعثمان محمد الباك الشمال، لكن إسماعيل يوسف بيقطعها حلوة ويديها لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بيشترك معاه نمرة 14 شريف علي، لكن بياخدها رضا ويلعب كرة أمامية، ومرة تانية رضا عبد العال لكن بتروح منه لأسامة يوسف، وأسامة يوسف عاوز يعمل باصة في عمق الدفاع نادي الزمالك، ثرو بينية لكن بيطلع حسين السيد يلعبها. أشرف قاسم مرة تانية، الكرة طويلة عكسية ناحية الشمال، مغطي محمد إبراهيم، عطية عبد الهادي الباك اليمين، ياخدها احمد رمزي واسماعيل يوسف ولعبها حلوه مره تانية لاسماعيل يوسف لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بيحاول يوجد ثغره في دفاع النادي الاولمبي لكن مقفلين عليه، ما قدرش يوصل الكره لحسين عبد اللطيف، وتروح الكره لهشام يكن، لاشرف قاسم، لعصام مرعي، ايمانويل في نص ملعب الاولمبي لحسين عبد اللطيف، واشرف قاسم، واشرف قاسم لعبها حلوه ناحيه اليمين لحسين عبد اللطيف، لانه لقى ان التمرير في العمق هيبقى في تكتل من دفاعه، وراحت الكره مع رضا عبد العال والاوفر لكن اطول من اللازم، طويله شويه لسه رضا عبد العال، الكور بتاعته المعروفه عنه انه بيوصل كور مظبوطه جدا لزملائه المهاجمين وبيصنع لعب، لسه كوره مش مظبوطه لغايه دلوقتي رضا عبد العال. ضربه مرمى للنادي الاولمبي يلعبها طارق الشيمي، تروح الكره لايمانويل يعليها، وهيثم فاروق لعيب ما شاء الله طويل بيلعب العاب الهواء يتميز فيها، تروح الكره للكاس، عطيه عبد الهادي على الارض حلوه لوليد عطيه، مره تانية لعطيه عبد الهادي، وثلاث نقلات حلوين، الجمهور هنا زواقه وبيشجع اللعبه الحلوه، وتروح الكره لايمانويل، وايمانويل بيلعبها في مساحه فاضيه لايمن منصور، وايمن منصور معاه محمد ابراهيم، ومدي الحكم فؤاد غريب فاول على ايمن منصور. ٢٣ دقيقة من بداية المباراة، وما تزال نتيجة التعادل بين الزمالك والأولمبي.
في اطار مباريات الاسبوع الثالث من مسابقه الدوري العام للانديه الممتازه. محمد ابراهيم ليبرو النادي الاولمبي هيلعب الضربه الحره المباشره، لعبها عند وليد عطيه لكن حسين عبد اللطيف بياخدها منه ويديها لمصطفى نجم ويديها له مره ثانيه لحسين عبد اللطيف على يمينه لرضا عبد العال، ورضا عبد العال كره عكسيه، ايمن منصور بيخلصها وبيحاول مش عارف يعمل ايه، لازم كان يرفع الاوفر قبل كده وهو مستريح ويرجعها بدماغه، ما فيهاش حاجه. ترجيع الكوره باي جزء من الجسم غير الرجل ما فيهاش اي حاجه، والحكم والحارس المرمى يبقى عنده كل الحق في ان هو يلعبها بايده داخل منطقه الجزاء. وواحد يمكن يقول طيب لو اللعيب نطق كوره عشان يرجعها بدماغه مثلا، نقول التعديل الاخير لجنه الحكام الدوليه قررت ان اللعيب اللي يعمل وحشوف اللعيبه حسام مرعي، مش ممكن. حسام مرعي هو والجول وعلى بعد، اقول ايه داخل منطقه الست يارده، نشوف اهي اهي شايفين حضراتكم لعبها ببره رجله وبره، فرصه كبيره جدا جدا في الدقيقه 25 بتضيع من نادي الزمالك. حسام مرعي. فكنت بقول لحضراتكم اذا اللعيب المدافع تعمد ان هو يرفع الكوره عشان يلعبها باي جزء تاني غير قدمه ويرجعها لحارس المرمى، ده يعتبر سوء سلوك وبياخد انذار فورا من مكان حدوث المخالفه للعبها المدافع. الكوره مع ايمن ابو زيد، ياخدها هشام يكن، وقع ايمن ابو زيد مفيش حاجه، الحكم جنب الكوره، واحمد رمزي بيلعبها حلوه في مساحه فاضيه عند ايمانويل، وايمانويل بيلعب كره عرضيه لكن بتيجي في رجل واحد من مدافعي النادي الاولمبي وتطلع الكوره بره، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. جمهور الزمالك هنا بيشجع فرقته لانه شاف ان فات 26 دقيقه وعاوز يشوف نتيجه ايجابيه، والكورنر من ناحيه الشمال ومرفوعه حلوه وبتعدي محمد كامل، لكن بيدي الحكم الكره عدت محمد كامل وبتعدي خط المرمى، وبرافو جمال صدقي وبرافو فؤاد غريب، وادي الاعاده هنشوفها مع بعض، والكره فعلا من جوه جول فعلا، برافو جمال صدقي، برافو فؤاد غريب، كانوا ملاحظين الكرة ومتابعينها، والمرة الثانية بنشوفها من جوه الجول بحوالي ياردة، كرة متثبتة، والأستاذ إمام عبد الله مثبت لنا الكرة وهي عابرة بالكامل لخط المرمى، وبكده يبقى الزمالك متقدم بهدف. وهجمة مرة ثانية لمصطفى نجم لكن مقطوعة، واحد الزمالك صفر الاولمبي. الكره مع احمد ابو زيد ناحيه الشمال ومعها هشام يكن، ويطلعها ثمانية وليد عطيه، وجماهير الزمالك هنا بتتغنى بهذا الهدف. احمد رمزي الزمالك واحد الاولمبي صفر. اسماعيل يوسف بيخلص لنفسه كره حلوه وبيلعبها عكسيه جميله في مساحه فاضيه لحسين عبد اللطيف، يقدر يعمل حاجه بحريه حسين عبد اللطيف، فعلا اداها مستريحه لاسماعيل، اسماعيل داخل على العمق والضغط دفاعه، وشوطه حلوه من حسين عبد اللطيف لكن من بعيد وضعيفه. جهاز الفني لنادي الزمالك جيف مكي ومعاه فاروق جعفر وعبد الرحيم محمد، بيشوط محمد كامل حارس مرمى الاولمبي، يوقفها توقيفه حلوه اسامه يوسف وتروح للكاس، والكاس لعطيه عبد الهادي، للكاس مره ثانيه حلوه جميله، وشوطه حلوه من اسامه يوسف على صدره وخدها مباشره،
لكن بتعلى وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. حسين السيد في الدقيقة 26 تقدم الزمالك بجول من ضربة ركنية لعبها إيمانويل، وادي شوطة أسامة يوسف اللي حسين عبد اللطيف بدماغه لعصام مرعي لإسماعيل يوسف، سندها لإيمانويل لكن إيمانويل كان خد خطوة قبل الباصة. رضا عبد العال، أيمن منصور، إيمانويل، المرة دي إيمانويل من الداخل وبيشوط شوطة من على بعد حوالي 40 ياردة بره. إيمانويل يعتذر عن اللعبة اللي تسرع فيها شوية، لكن لازم يشوط كل لاعب في الملعب. لو حط فكرة التصويف في دماغه هنجد ان كل فرقة بتشوط لها قد 6 7 8 شوطات كل هاف تايم. اسماعيل يوسف بدماغه لمصطفى نجم، طارق الشيمي بدماغه لمحمد ابراهيم، لعثمان محمد الباك الشمال، لسه الكورة جوه الملعب، عصام مرعي لهشام لاشرف قاسم كان مشترك مع ايمن بوزيد لكن بيريحها حسين عبد اللطيف حلوه لعصام مرعي اللي ماشي وموه، يلعبها لرضا عبد العال وماشي رضا لايمانويل، واخد له مكان احمد رمزي، واحمد رمزي لايمانويل وبيلعبها على طول والكره بتعدي، لان دفاع النادي الاولمبي اعتمد ان محمد كامل هيطلع ويمسك الكره لكن التعدي منهم وكادت انها توصل لايمن منصور، لكن الى حد ما برضو ايمن منصور ما كانش مقدرها كويس وتعدي منه هو كمان وتطلع كره بره ضربه مرمى. 31 دقيقه من بدايه الشوط الاول، الزمالك متقدم بجول ايمانويل في الدقيقه 26، ورضا عبد العال عاوز يلعب ثرو باس لمصطفى نجم لكن بيقطعها طارق الشيمي للكاس اللي بيتحرك في كل مكان في نص الملعب وبيلعب كمهاجم راس حربه، اللي عطيها عبد الهادي الباك اليمين للكاس هيثم فاروق لطارق الشيمي لعثمان محمد نمره 7 الباك الشمال، وحلوه لايمن ابو زيد وهشام يكن، هشام يكن بيلعب الكوره اللي فاتت دي بفدائيه كبيره جدا وبياخد فاول، بيلعب على طول لاشرف قاسم لرضا عبد العال، مقطوعه من رضا لاسامه يوسف الكاس ومفيش حاجه، الحكم جنب الكوره وبيقول بيمشي اللعب، اشرف قاسم لعبها في مساحه فاضيه ناحيه الشمال لكن مصفر جمال صدقي ومدي ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. احمد رمزي لعبها صغيره لرضا عبد العال واديها له مره ثانيه رضا لرضا عبد العال وبيلعبها رضا عاوز يرفعها بيقطعها محمد ابراهيم الى طارق الشيمي لايمن ابو زيد وماشي ايمن ابو زيد وبيلعبها عكسيه الهواء بيعطلها شويه وتوصل لايد حسين السيد. طارق الشيمي وايمن منصور وتطلع الكرة بره رمي التماس لنادي الزمالك. ايمانويل جاي من الشمال لليمين هنا رمي التماس بيلعبها عاليه وطويله ايمانويل والكره خطره لانها داخل منطقه الجزاء. حسين عبد اللطيف، عصام مرعي، عصام مرعي بيلعب كره يطلع عليها محمد كامل
حارس مرمى النادي الاولمبي ويمسك. اسامه يوسف لاعب خط الوسط في النادي الاولمبي بيلعب كره عكسيه يقطعها رضا عبد العال بدماغه. تروح الكره لعثمان محمد الباك الشمال، حلوه لشريف علي الى الباك اليمين عطيه عبد الهادي، وعطيه لايمن ابو زيد اللي بيلعب معاه هشام يكن مان تو مان، وفاول لصالح هشام يكن. بتتلعب الكره على طول رضا عبد العال لمصطفى نجم ومعاه هيثم فاروق. بتطلع بره اللاين مان فؤاد غريب جنب الكوره يمدي ضربه مرمى لنادي الاولمبي. ايمن ابو زيد معاه هشام يكن على طول، هشام يكن بيلعب مع ايمن ابو زيد، وبيلعب هيثم فاروق مع مصطفى نجم، وطارق الشيمي مع ايمن منصور. دي الرقابه اللصيقه اللي موجوده قدامنا هنا في الملعب، بالاضافه الى دفاع المنطقه اللي بيطبقه لعيبه خط الوسط من الفرقتين واللي بيتحركوا في كل مكان. هشام يكن لاشرف قاسم، ايمن منصور بيسيطر عليها كويس، ايمن منصور بيلعبها لاسماعيل يوسف لرضا عبد العال ايمانويل لاسماعيل، واسماعيل معاه عطيه عبد الهادي بيطلعها عند الكاس، الكاس ماشي الى طارق الشيمي، ولسه الكوره جوه الملعب ومدي الحكم فاول لصالح عصام مرعي. شريف علي وعصام مرعي هما اللي كانوا مع بعض في الكوره دي. ضربه حره مباشره للنادي الزمالك هشام يكن، وعلى ساعتي 37 دقيقه من الشوط الاول وباقي 8 دقائق على انتهاء الشوط الاول، والزمالك متقدم بهدف بلا شيء. هشام يكن وليد عطيه لشريف علي، عثمان محمد لوليد عطيه يسيبها لاسامه يوسف ويلعبها طويله لاشرف قاسم مغطي، يلعبها على يمينه لحسين عبد اللطيف لاشرف قاسم، رضا عبد العال اشرف قاسم، اسماعيل يوسف تمريره اماميه وتمريره في العمق لكن بتتقطع، ياخدها اسامه يوسف وبيلعبها للكاس، والكاس مش اوف سايد، وراجع معاه ايمانويل ومستني الكاس حد من زمايله يجي عشان يلعب معاه الكوره، وفعلا جاله اسامه يوسف من ناحيه الشمال بيلعب اوفر اسامه، لكن احمد رمزي بدماغه لاسماعيل يوسف. لاحمد رمزي بثقة كبيرة بين أحمد رمزي وبين إسماعيل يوسف زي ما قلنا بيمثلوا عنصر الخبرة في فريق الزمالك. الكرة مع أيمن منصور ويلعبها عند إسماعيل يوسف لكن مغطي الباك الشمال عثمان محمد. وإيمانويل برافو إيمانويل ما استناش الكرة وراح لها وفعلا خدها في كرة كان ميؤوس منها، لكن الكاس بيعمل كرة عرضية، والكاس مره ثانيه عند عطيه عبد الهادي، ورضا عبد العال رجع معاه المره دي بيشترك في الكوره وبيطلعها بره رضا عبد العال عشان تبقى رامي التماس للنادي الاولمبي. عثمان محمد الباك الشمال لاسامه يوسف يديله مره ثانيه لعثمان محمد الباك الشمال، والاوفر وحلوه الاوفر، والكاس متوقعها ورايح لها وخدها ورجعها ورا لعطيه عبد الهادي، وعطيه عبد الهادي بيشوط شوطه بعيده
وضعيفة وبرة، وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقة 40 من الشوط الأول، وما تزال النتيجة تقدم الزمالك 1-0. ضربة مرمى هيلعبها حسين السيد. الزمالك معاه الهواء خفيف. حسين عبد اللطيف لرضا عبد العال لعصام مرعي. وعصام مرعي عنده مساحة فاضية يقدر يمشي فيها، لكن لعبها لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بيحاول ياخدها من محمد ابراهيم، لكن محمد ابراهيم بيسبقه. ومرة تانية كرة مع الزمالك، حسين عبد اللطيف في مركز الوينج اليمين ومعاه الكاس، ولسه الكورة جوه الملعب بتتلعب عرضية بيقطعها وليد عطية للكاس لعثمان محمد. الكرة صغيرة وضيقة ومشتركة. الكرة بتتنقل بقالها حوالي نص دقيقة ضيقة في مساحة صغيرة، بتبقى كرة مخنوقة، عشان كده ما بتبقاش تمريرات دقيقة، لازم اللعب يتفتح شوية على الأجناب. وبنشوف لما كرة بتتلعب في مساحات فاضية بيبقى في كرة بمعنى الكلمة. عطية عبد الهادي بيلعب كرة عرضية لهيثم فاروق للباك اليمين. عطية عبد الهادي لهيثم فاروق مرة تانية لطارق الشيمي. طارق الشيمي وهيثم فاروق. رضا عبد العال، عصام مرعي، ماشي عصام، ايمانويل، رضا عبد العال. بيحاول رضا عبد العال لكن بياخد فاول. بيحاول رضا عبد العال انه يعدي من وليد عطيه لكن ياخد فاول. بيلعب ضربه حره على طول لاسماعيل يوسف، وماشي اسماعيل من ناحيه الشمال وبيحاول يلعبها، لكن محمد ابراهيم بدماغه. وعصام مرعي فاول على عصام مرعي. الحكم بيسجل انذار لعصام مرعي على عصام مرعي. لين 40 دقيقة من الشوط الأول، وما تزال النتيجة تقدم الزمالك بهدف للأشيء. وأيمن منصور، أيمن منصور بتقطع من أيمن منصور وتطلع بره، رمي التماس للزمالك يسيبها أيمن لإسماعيل يوسف. إسماعيل يوسف أيمن منصور، رضا عبد العال بيرجعها لأشرف قاسم، وأشرف بيلعبها حلوة عند أيمن منصور وبيشترك مع طارق الشيمي، وفاول على طارق الشيمي. ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك على شمال منطقة الجزاء، وادي إنذار تاني لطارق الشيمي. طارق الشيمي انذار. الحكم بيسجل الانذار، وجاي حسين عبد اللطيف هيلعب الفاول من مكان كويس. الفاول وادي الكاس ومعاه عصام مرعي. حسين عبد اللطيف ولعبها عرضيه بيطلعها محمد ابراهيم وبيكمل عليها والكاس بدماغه، لكن مفيش حد من فريق الاولمبي كاس كان هو لوحده اللي متقدم، وياخدها الكاس وبيلعبها عكسيه حلوه وانتشار كويس للاولمبي، مغطي اشرف قاسم وينوه وياخد الكره
بسهولة أشرف قاسم، وتتلعب لإسماعيل يوسف، لأحمد رمزي، مصطفى نجم، مصطفى نجم، عرضية ضعيفة وتيجي في رجل محمد إبراهيم وتطلع بره كورنر. مصطفى نجم كان المفروض انه يلعبها احسن من كده معدي، لكن يظهر على جات على رجله الشمال الضعيفه، فما طلعتش الكره العرضيه منه كويس، وتبقى ضربه ركنيه. على ساعتي انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول، ومصطفى نجم بيلعب الكورنر، وطالع محمد كامل حارس مرمى النادي الاولمبي وبيمسك الكوره. مستني لما فرقته تنتشر انتشار افضل، وبيصفر الحكم الدولي جمال صدقي بانتهاء الشوط الاول زي ما تابعتوا حضراتكم، والزمالك متقدم بهدف لا شيء جابه ايمانويل. سيداتي انساتي ساداتي، استراحه قصيره ثم نعود لنلتقي معكم ومع احداث الشوط الثاني. ضربة ركنية وعدت الكرة بأكملها، وشفناها في الإعادة أكثر من مرة داخل، عبرت خط المرمى بأكثر من يارد تقريبا. المباراة ابتدت من حوالي دقيقة تقريبا، والفرقتين تبادلوا نص الملعب، وهيبقى نادي الزمالك وهجمة. هنشوف مصطفى نجم وفي كورنر مع هيثم فاروق، هيبقى نادي الزمالك على ايدك اليمين بالفانيلا البيضاء وشورت ابيض وشراب ابيض، والنادي الاولمبي بالفانيلا حمراء وشورت ابيض وشراب احمر على ايدك الشمال. ضربه ركنيه للنادي الزمالك بيلعبها ايمانويل برجله الشمال عشان تلف، وتبقى فيها صعوبه لحارس المرمى وللدفاع، وهي فعلا لعبها لكن بيطلعها طارق الشيمي، وتروح الكره لرضا عبد العال لايمانويل، بيتجه ايمانويل للداخل بيلعبها رضا عبد العال، هات وخد، مغطي محمد ابراهيم، لكن الكره بتتلعب عرضيه واسماعيل يوسف بدماغه، وفي رايه وفي صفاره لتسلل مصطفى نجم. ضربه حره غير مباشره لصالح النادي الاولمبي، هيلعبها محمد كامل حارس المرمى، سابها لمحمد ابراهيم للعبها لايمن ابو زيد لطارق الشيمي، وليد عطيه لعطيه عبد الهادي الباك اليمين نمره 2، اسامه يوسف عطيه عبد الهادي لوليد عطيه نمره 8، وماشي وليد للكاس لكن مقطوعه، ويديها مصطفى نجم لعصام مرعي اللي بقى له في مساحه فاضيه ناحية اليمين، لكن مغطي محمد ابراهيم، ولسه بيحاول مصطفى نجم وبياخد فاول، وفي الحكم جمال صدقي بيتجه ناحية اللعيب وبيدي انذار، وبيدي انذار لمحمد ابراهيم. الكرة كانت مشتركة مع مصطفى نجم ومحمد ابراهيم، يبدو ان محمد ابراهيم مسك مصطفى نجم عشان يعوقه من المرور، فالحكم جمال صدقي على طول ادى انذار، وضربة حرة غير ضربة حرة مباشرة. واحمد رمزي هو اللي هيلعب الضربة الحرة، ولعبها حلوة حلوة حلوة، بيحولها محمد كامل حارس مرمى النادي الاولمبي، وصحصحة الجماهير اللي موجودة هنا، وضربة ركنية مرة تانية اهي في الاعادة. شوف ايد محمد ابراهيم يا دوبك حولها، وتبقى كورنر من ناحية الشمال. وعصام مرعي هيلعب الكورنر، تالت كورنر في دقيقة واحدة، ولعبة حلوة برضو، وفاول المرة دي على مصطفى نجم كان مشترك مع محمد كامل حارس المرمى. حسام مرعي
حسام مرعي بيحلع الكوره عشان ياخد رامي التماس ويلعبها بسرعه لإيمانويل اللي رايحها لاحمد رمزي، لكن بتتخطف من احمد رمزي وتروح لمحمد ابراهيم اللي بيخبطها في احمد رمزي عشان ياخد رامي التماس. عطيه عبد الهادي، طارق الشيمي بيلعب كره عاليه، ايمن ابو زيد بدماغه بيحاول يريحها لحد من زمايله لكن بتطلع منه بره رامي التماس. احمد رمزي، اشرف قاسم لاحمد رمزي لهشام يكن، خلفيه هشام يكن، حسين السعيد برجله ما يقدرش يعمل فيها حاجه غير انه يلعبها برجله حسين السعيد، لانها راجعه من قدم هشام يكن وفقا للتعديلات في القانون الجديد. هشام يكن، هيثم فاروق بدماغه، وليد عطيه تتخطف وتروح لاحمد رمزي لايمانويل، ومعدي ايمانويل هو احمد رمزي، واحمد رمزي بيلعب اوفر جميله جميله وتقلش تروح لمصطفى نجم اللي علقها. ومش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، معرفش مصطفى نجم حط رجله في الكوره عشان يعليها ليه، كان في امكانه ان هو اهي عليت منه واشترك معاه وغطى الباك الشمال وتطلع الكوره بره. مش ممكن، جول جول مؤكد يضيع من مصطفى نجم. هشام يكن مغطي وحصلها هشام حوالي 7 دقايق من بدايه الشوط الثاني، الزمالك 1 الاولمبي لا شيء. الكره مع رضا عبد العال بيلعبها عرضيه لهشام يكن لعصام مرعي اللي بيتجه للخارج بالكوره بيلعبها لمصطفى نجم، لكن هيثم فاروق بيقطع الكوره قبل ما توصل لمصطفى نجم ويطلعها بره رمي التماس لنادي الزمالك. احمد رمزي، ايمانويل، عصام مرعي ياخدها، عصام مرعي وماشي عصام على رجله الشمال وكره عرضيه خطره خطره وما تلاقيش متابع جيد، ومرة تانية مصطفى نجم ويلاقيها في ايده محمد كامل حارس مرمى الاولمبي. كورتين في دقيقة واحدة او دقيقتين يضيعوا من مصطفى نجم، وجمهور الزمالك بيشجع فريقه بحرارة لانه شايف كورتين او هدفين او فرصتين بيضيعوا من لعيبة الزمالك. شريف علي الى اسامه يوسف نمره 6 اللي بيلعب كره عكسيه عند الباك الشمال عثمان محمد، بيلمها عثمان وبيلعب اوفر تروح لوليد عطيه وماشي وليد بيتشنكل وليد، والحكم جمال صدقي مدي فاول لصالح الاولمبي خارج القوس المرسوم على دائره منطقه الجزاء، يعني حوالي 10 ياردات تقريبا خارج منطقه الجزاء او اقل من 10 ياردات. وهنشوف الكره في الاعاده، وليد عطيه خدها وبتشنكل وليد عطيه وبيقع، والفاول على بعد حوالي 11 او 10 ياردات تقريبا من خط منطقه الجزاء. وهنشوف الكاس، وعلى يمينه هيثم فاروق وعلى شماله اسامه يوسف، وهنشوف الكاس هيعمل فيها تمويهة ولا هيلعبها على طول. الكاس ولعبها تخبط في الحيطه، واحمد رمزي بيطلعها ببوز الجزمه، محمد ابراهيم بدماغه، فاول على مصطفى نجم. فاول لصالح النادي الاولمبي في نص ملعب نادي الزمالك. هيثم فاروق سبع لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم لعبها على الارض وفاول على اسماعيل يوسف من مكان الفاول اللي لعبه الكاس
في الكرة اللي قبل دي على طول، وانا شفنا اللعبة اللي قبل دي كاس شاطها خبطت في الحائط البشري لفريق نادي الزمالك المكون من 6 لعيبة، والكاس مرة تانية بيصلح الكورة، هنشوف هو المرة دي اللي هيشوطها ولا سابها، وشوطة جامدة بيترمي عليها حسين السيد ويمسكها، برافو يا حسين. كورة أرضية زاحفة، حسين السيد بيترمي عليها ويمسكها وبيشوط حسين، وعشر دقايق من بداية الشوط الثاني وما تزال النتيجة تقدم الزمالك بهدف إيمانويل في الشوط الأول. تعال يا أيمن، تعال عمل مين يا أيمن؟ رامي التماس للزمالك أحمد رمزي، أيمن منصور في وسط اثنين، أيمن منصور بيلعبها لعصام مرعي وفاول، وفاول على نمرة 15 طارق الشيمي، بتلعب الكرة بسرعة. أيمن منصور، إيمانويل، عصام مرعي، أشرف قاسم، ولمسة يد من عثمان محمد الباك الشمال للنادي الأولمبي، وتبقى ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. أشرف قاسم على يمينه لحسين عبد اللطيف، وحسين عبد اللطيف لأحمد رمزي، اداله حلوة حلوة حسين عبد اللطيف، وماشي حسين وبيلعبها بره بره بره، كان لازم يلعبها عرضية لحد من زمايله في موقف أفضل. حسين عبد اللطيف كان لازم يطلعها لداخل الملعب وما لعبهاش هو بنفسه، لكن لعبها هو حسين عبد اللطيف بنفسه. ادي جماهير اللي بتتابع مباراه النهارده، وعلى فكره المباراه مذاعه لاذاعه الشباب والرياضه، الزميل محمد حسام بيعلق عليها ومعاه الزملاء حسام فرحات وجودة بسوني. وهجمة حلوة للنادي الأولمبي، ومش أوف سايد، وشوطة من شريف علي فوق العارضة، ضربة مرمى. حقيقة نادي المقاولين هنا عامل تجهيزات وإصلاحات حديثة في أرض الملعب للمهندس عادل أيوب، ومعاه المهندس سيد الدخاخني وكمال عبد الرحمن والحكم الدولي السابق صلاح شرف، قايمين بمجهود كبير هنا في الملعب ليكون بديل جيد للاستاد القاهرة. كرة مع إيمانويل، ماشي من ناحية شمال إيمانويل، ويقدر يلعب كرة عرضية حلوة، ومصطفى نجم بدماغه جوه الجول، هجمة حلوة من ناحية الشمال بيحطها مصطفى نجم بدماغه، وقطعا لو التلفزيون والأستاذ إمام عبد الله عدولنا اللقطة هنلاقيها الكرة ملعوبة حلوة قوي من إيمانويل، عرضية جري بيها من ناحية الشمال ولعبها اوفر نموذج على دماغ مصطفى نجم عشان يجيب الجول الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 13. مصطفى نجم يجيب الجول الثاني لنادي الزمالك، وتصبح النتيجة تقدم نادي الزمالك 2-0. جاب الجول الأولاني إيمانويل في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وأضاف مصطفى نجم في الدقيقة 13 الهدف الثاني لنادي الزمالك. مباراة حلوة ومفتوحة من الفريقين، والأولمبي ما بيلعبش مدافع وبيهاجم، لكن الزمالك أكثر استحواذ على الكرة، وبالتالي فهجومه وضغطه أكثر من الأولمبي، وفرصه في الشوط الثاني أكثر من فرص النادي الأولمبي. كرة مع الباك الشمال مع أسامة يوسف لاعب خط الوسط، محمد إبراهيم ياخدها، محمد إبراهيم وماشي، محمد إبراهيم ليبرو، ومع ذلك هو داخل وبيقرب من خط منطقة جزاء نادي الزمالك، ولسه الكرة معاه وبيلعبها ناحية الشمال للباك الشمال عثمان محمد اللي متقدم من الخلف للأمام، وأوفر حلوة، وطالع حسين السيد وبيلعبها، وكان مشترك معاه لاعب من النادي الأولمبي،
واقع الكاس، واقع الكاس وبروح رياضيه عاليه جدا. احمد رمزي بيطلع الكوره بره لانه شاف ان الكاس واقع ومصاب، وبينزل له رجال. هنشوف الاعاده في الجول اللي جابه نادي الزمالك. ايمانويل ماشي وبيكسر ايمانويل وبرجله الشمال بيلعب كوره ملفوفه، مصطفى نجم بيحط فيها كل قوته وبيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك. لسه واقع الكاس، ان شاء الله يقوم سليم. والجماهير اللي بتتابع لقاء النهارده اعضاء مجلس اداره الاولمبي كانوا في اللقطه اللي قبل ديت. وعلى فكره العميد الجويني الرئيس الجديد للنادي الاولمبي ابلغنا بانه هو واعضاء مجلس اداره النادي بيهنوا مجلس اداره الجديد لنادي الزمالك برئاسه المستشار جلال ابراهيم. قام الكاس سليم الحمد لله وهيستأنف المباراه. والحكم الدولي جمال صدقي الكوره كانت طلعت بره، طلعها بروح رياضيه زي ما قلت احمد رمزي عشان الكاس يتعالج. وبروح رياضيه ايضا بيديها ايمن ابو زيد لحسين السيد لاشرف قاسم لحسين عبد اللطيف لمصطفى نجم اللي جاب الجول الثاني لنادي الزمالك والجول الثاني ليه هذا الموسم، لانه كان جاب في مباراه الزمالك والاسماعيلي جاب هدف الفوز للزمالك في المباراه اللي اتلعبت في الاسماعيليه في الاسكندريه. هيثم فاروق وهجمه مره ثانيه للزمالك بتتقطع، ياخدها محمد ابراهيم للكاس. الكاس بيلعبها لعطيه عبد الهادي الباك اليمين بترد له الكره مره ثانيه ويلعبها للكاس لاسامه يوسف لهيثم فاروق، وهيثم فاروق بيلعبها اماميه ما ياخدهاش عطيه عبد الهادي ويقطعها هشام يكن ويطلعها بره هشام. رمي التماس للنادي الاولمبي. رمي التماس للاولمبي. شريف علي. وفاول على عصام مرعي واسماعيل يوسف، الاثنين كانوا حاطين اسامه يوسف نمره 6 بينهم. محمد ابراهيم ليبرو النادي الاولمبي بيشترك في هجمه وبيلعبها للكاس للباك اليمين عطيه عبد الهادي لمحمد ابراهيم مره ثانيه. اسامه يوسف والاوفر من اسامه وبيطلعها اشرف قاسم بدماغه وبيجري عليها ايمانويل وايمن ابو زيد وتطلع الكوره بره. رمي التماس مديها اللاين مان فؤاد غريب لصالح النادي الاولمبي. الباك اليمين عطيه عبد الهادي لايمن ابو زيد لعطيه عبد الهادي للكاس حلوه لكن هشام يكن وشوطه حلوه وفي ايد على طول حسين السيد من محمد ابراهيم اللي ابتدى يزيد عدد المهاجمين. وهجمه حلوه لرضا عبد العال لكن هيثم فاروق، برافو هيثم فاروق بدماغه انقذ هجمه كان ممكن تكون خطره جدا لنادي الزمالك. انا شايف عاصم زغلول بيسخن بره من احتياطي النادي الاولمبي، وادي ايمن ابو زيد ماشي من ناحيه الشمال وبينفرد وبيلعب كوره جوه جول جوه جول. ايمن ابو زيد بيجيب جول للنادي الاولمبي في الدقيقه 19. ايمن ابو زيد بيجيب جول للنادي الاولمبي لتصبح النتيجه 2 الزمالك 1 الاولمبي في الدقيقه 19. ادي ايمن ابو زيد اهو منفرد من ناحيه الشمال وكان خط ظهر نادي الزمالك واقف على خط واحد وبيلعبها في الزاويه البعيده على شمال حسين السيد
جول للنادي الاولمبي. الزمالك عاصم زغلول نمره 13 بيسخن من النادي الاولمبي، ولعب نادي الزمالك الضربه الموضعيه، الكره مع حسين عبد اللطيف. فاول لصالح نادي الزمالك، وعلى ساعة 20 دقيقة من الشوط الثاني، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد. الكرة مع طارق عبد العال، بيلعبها حلوة لحسين عبد اللطيف ناحية اليمين، ويقدر يلعب أوفر على الكرة عرضية بيقطعها محمد إبراهيم ببطن رجله عالية وتطلع بره في المدرجات. لسه عاصم زغلول لاعب الأولمبي بيسخن بره. الكرة في المدرجات. جوه الملعب رمي التماس للزمالك. حسين عبد اللطيف هيلعب رمي التماس. أيمن منصور لحسين عبد اللطيف لأشرف قاسم اللي بيعليها. الباك اليمين عطيه عبد الهادي مشتركه مع ايمانويل، بيلمها ايمانويل وندي جمال صدقي. فاول لصالح النادي الاولمبي، وهيعمل الكابتن البوري التغيير الاولاني، هينزل عاصم زغلول مكان وليد عطيه. عاصم زغلول نمرة 13 مكان وليد عطية. عطية عبد الهادي لأسامة يوسف لطارق الشيمي نمرة 15 برجله الشمال، بيلعب كرة عكسية عند الباك الشمال عثمان محمد، بيعليها هشام أشرف قاسم بدماغه. إيمانويل إسماعيل يوسف، وماشي إسماعيل بيلعبها على الأرض خلفية شوية لأيمن منصور، لا عشان كده مش في اتجاه جاري أيمن منصور، اضطر إنه يأخر جاري شوية ويلمها، ما يقدرش يلمها تطلع منه بره رامي التماس. حسين عبد اللطيف وبره رامي التماس للأولمبي. حسين عبد اللطيف مره ثانيه بدماغه بره. التغيير الاول لنادي الاولمبي هيثم فاروق محمد ابراهيم الكاس وليد عطيه، عطيه عبد الهادي، ايمن ابو زيد مع احمد رمزي، محمد ابراهيم، طارق الشيمي لعاصم زغلول، وبتتصلح ياخدها احمد رمزي، لكن بتتخطف تلعب كره عرضيه وخطره. رضا عبد العال، رضا عبد العال بيلعب كره في مساحه فاضيه لمصطفى نجم مع طارق الشيمي، مصطفى وبيعدي وبيلعبها لرضا عبد العال، ورضا عبد العال على سن منطقه الجزاء لاسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف بيشوط شوطه وحشه برجله الشمال، شوطه ما مليتش في وش رجله الشمال اسماعيل. محمد كامل حارس المرمى بيلعبها على طول بسرعه للكاس اللي راجع يستلم الكوره، وبياخدها مره ثانيه الكاس، ما توصلش لمحمد ابراهيم لكن، وياخدها ايمانويل اللي بيرجعها لاشرف قاسم لعصام مرعي، وماشي عصام مرعي، ماشي عصام، ماشي عصام، والحكم ماشي اللعب بيقول مفيش حاجة، وعصام مرعي واقع لكن اللعب ماشي. أسامة يوسف لأيمن أبو زيد لعطية عبد الهادي الباك اليمين بدماغه
حسين عبد اللطيف وفاول على عاصم زغلول. مباراة هتاخد طابع الحماسة والحساسية لأن النتيجة 2 الزمالك 1 الأولمبي، وعلى ساعة فات 25 دقيقة من الشوط الثاني وباقي 20 دقيقة على انتهاء المباراة. والكرة مع أشرف قاسم بيلعبها لرضا عبد العال ولأيمن منصور، وأيمن منصور بيلعبها بكعب رجله لرضا عبد العال، لكن بتخبط في عطية عبد الهادي الباك اليمين وتطلع الكرة بره، ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية الشمال. رايح عصام مرعي للكورنر ولعبها صغيرة لرضا عبد العال، ورضا عبد العال لعب اوفر لأيمن منصور، هو جول جول هشام أشرف قاسم. أشرف قاسم بيزاول هوايته المفضلة بإحراز الأهداف بدماغه، وهنشوفها في الإعادة. طالع أشرف قاسم واعتمد محمد إبراهيم على الباك، غمزها أشرف قاسم بدماغه وتيجي في رجل لاعب من دفاع الأولمبي. كرة بتخبط في دماغ مصطفى نجم ويغمزها أشرف قاسم عشان يكملها وتدخل وتبقى الجول الثالث لنادي الزمالك. اهي في الإعادة اهي، وأشرف قاسم بيكملها برجله لأن أشرف قاسم كان واقف في وسط الزحمة اللي لعبها بدماغه مصطفى نجم، وأشرف قاسم هو اللي كملها برجله عشان يجيب الجول الثالث لنادي الزمالك. الحكم يحذر أيمن منصور. الفاول لصالح النادي الأولمبي، 3 الزمالك 1 الأولمبي. أجوان الزمالك لعبها إيمانويل مصطفى نجم و أشرف قاسم، وجاب جول النادي الأولمبي أيمن أبو زيد. ورضا عبد العال وانطلاقه وباصه حلوه من احمد رمزي لايمانويل، وماشي ايمانويل وبيشوط شوطه في الزاويه القريبه. الزاويه القريبه واقف مكي، واقف فاروق جعفر، وكانوا منتظرين لعبه احسن من كده من ايمانويل. وادي فاروق جعفر بينادي على لاعبته وجنبه مكي، وشايف النادي الاولمبي بيحاول هيعمل التغيير الثاني. مدحت سيد احمد، مدحت سيد احمد مكان عثمان محمد. وبكده النادي الاولمبي عمل تغييرين. ولسه الزمالك ما اجراش اي تغيير بين صفوفه، وضربه مرمى للاولمبي بيلعبها هيثم فاروق، الكاس بدماغه اسماعيل يوسف لرضا عبد العال. احمد رمزي لرضا، لعصام مرعي، اسماعيل يوسف لاحمد رمزي، واحمد رمزي بيلعبها حلوه عند ايمانويل مشترك مع شريف علي، وتروح الكوره لمحمد كامل حارس المرمى. هشام يكن، الكوره مشتركه مع ايمن ابو زيد وتطلع كوره بره رمي التماس للزمالك، بيلعبها هشام يكن لحسين السيد. يرجع كرة أشرف قاسم لحسين السيد، يلعبها برجله لهشام يكن،
حلوة عند إسماعيل يوسف لوحده إسماعيل، وبنقلها حلوة لعصام مرعي، وماشي عصام مرعي من ناحية الشمال وبيتزحلق هيثم فاروق وبيطلع كورة بره رمي التماس للزمالك. أحمد رمزي اللي واضح إن هو أنشط في الشوط الثاني، أحمد رمزي كان باين عليه التأثر من حكاية المنتخب وعدم انضمامه للمنتخب في الشوط الأولاني، لكن في الشوط الثاني سيطر على أحزانه لأنه أنا شفته كان متأثر الحقيقة قبل المباراة، وكان بيقول إن هو مش مصدق إن هو خارج صفوف المنتخب، ولعل الايام اللي جايه تكون دافع لاحمد رمزي ان هو يعود وبقوه مره ثانيه لصفوف المنتخب، لان الحقيقه احمد رمزي من افضل اللعيبه الموجودين في مصر. نقله حلوه للزمالك ايمن منصور وكره عرضيه حلوه وبرافو هيثم فاروق، لو عدت من هيثم فاروق مصطفى نجم كان مستني محمد ابراهيم حسين عبد اللطيف وتروح للكاس، والكاس اداها هديه لايمن لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بيصلحها لايمانويل، وايمانويل بيشوط تخبط في طارق الشيمي وتروح الكره لاسامه يوسف اللي بيلعبها لعاصم زغلول، للكاس لمدحت سيد احمد اللي نزل مكان عثمان محمد، لاسامه يوسف ملعوبه اماميه للكاس لكن مغطي عصام مرعي، ومره ثانيه بيديها لاسامه يوسف وتوصل الكرة للكاس وبيلعبها حلوة كاس لمدحت سيد أحمد، ومدحت سيد أحمد عاوز يلعبها عرضية بيقطعها إيمانويل ويديها لرضا عبد العال، ورضا عبد العال بينقلها لمصطفى نجم، ومصطفى نجم عنده مساحة فاضية ناحية اليمين وماشي مصطفى وبيتزق وبيدي الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك. الزقة والدفعة يمكن لو جت في الإعادة هنشوف، هو مصطفى نجم ماشي وبيدفعه مدافع النادي الأولمبي وبيقع مصطفى نجم، والحكم جمال صدقي لا يتردد في احتساب ضربة الجزاء. اهي واضحة وباينة، محمد إبراهيم هو اللي كان مشترك مع مصطفى نجم، واحتجاج لا يبدي لأن الحكم ادى قراره، وقرار الحكم في ما يتعلق بضربات الجزاء نهائي ومش هينفع أي نوع من أنواع الاحتجاج. لسه نقاش بين الحكم وبين اللعيبة، وأنا شايف الكابتن البوري نازل عشان يهدي لعيبته ويمنعهم من مواصلة الاحتجاج والكلام مع الحكم، والجهاز الفني لنادي الزمالك مكي وسمير السيد وفاروق جعفر على يمينه، وهنشوف جمال صدقي الحكم الدولي ماسك الكروت في ايده وبيدي انذار لمحمد واعقبه بطرد. محمد ابراهيم ليبرو فريق النادي الاولمبي بياخد كارت احمر، وزي ما قلت لحضراتكم انه الاعتراض لا يفيد. انا شايف اسماعيل يوسف ماسك الكوره ويبدو ان هو اللي هيلعب ضربه الجزاء، لكن لسه محمد كامل حارس مرمى النادي الاولمبي مش واقف على خط المرمى ولازم يتواجد على خط مرمى حسب القانون ما بيقول، وراجع فعلا محمد كامل حارس مرمى النادي الاولمبي، واسماعيل يوسف بيستعد لاخذ ضربه الجزاء. اسماعيل يوسف داخل اسماعيل ولعبها حلوه ببطن رجله وتمويها ويحطها على شمال محمد كامل. الجول الرابع 4 الزمالك
واحد الاولمبي. هنشوف اسماعيل يوسف داخل بثقه وبيحطها على شمال محمد كامل ليضيف الهدف الرابع لنادي الزمالك. نتيجه كبيره جدا، 35 دقيقه من الشوط الثاني وتصبح النتيجه تقدم الزمالك 4 والاولمبي 1. بيلعب الاولمبي الضربه الموضعيه، طارق الشيمي لعطيه عبد الهادي، والاولمبي هيلعب 10 لعيبه لطرد محمد ابراهيم في الدقيقه 35 يعني لسه. وهيلعب الاولمبي ناقص جهود لاعبه محمد ابراهيم 10 دقائق الفاضلين. اشرف قاسم وايمن ابو زيد واحمد رمزي معاهم في الصوره. رامي التماس لنادي الزمالك هشام يكن، هشام يكن بيلعبها عند اسامه يوسف لاعب النادي الاولمبي، يديها لمدحت سيد احمد ومغطي احمد رمزي، واحمد رمزي بيشترك معاه ايمن ابو زيد، لكن احمد رمزي ماشي وبيعدي خط السنتر وبيلعبها حلوه 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 جميله، لكن ايمانويل ما يحصلهاش. عطيه عبد الهادي يرجعها للكاس، انا شايف الكاس راجع بيلعب مكان محمد ابراهيم، والكاس جوكر فريق النادي الاولمبي بيلعب في كل مكان في الملعب، صانع لعب ومهاجم، وهو بيضيف مركز جديد الى المراكز اللي بيشغلها الكاس، وشافه بيلعب ليبرو مكان محمد ابراهيم اللي اتطرد في الدقيقه 35. كره مع مدحت سيد احمد والاوفر في ايد حسين السيد على طول. احمد رمزي مفيش شك ان احمد رمزي نشط جدا في الشوط الثاني، واضح خطورته وانه صانع لعب ومفتاح من مفاتيح اللعب في نادي الزمالك ومن احسن اللعيبه المصريين. يلعبها احمد رمزي لرضا عبد العال، اسماعيل يوسف، رضا عبد العال، عصام مرعي، اشرف قاسم، اسماعيل يوسف ما يقدرش يسيطر عليها كويس، يلعبها لايمن ابو زيد لاسامه يوسف لعاصم زغلول للكاس. عاصم زغلول ناحيه الشمال للكاس، واماميه وفي عمق دفاع نادي الزمالك، لكن بيطلع حسين السيد ويمسكها. حوالي 38 دقيقة من الشوط الثاني على ساعة وباقي على انتهاء المباراة 7 دقائق، والنتيجة 4 الزمالك 1 الأولمبي. الكرة مع عصام عبد العال من ناحية الشمال لإيمانويل، عصام مرعي لإيمانويل، وإيمانويل بيلعبها وهو منفرد، لكن الزاوية كانت ضيقة شوية. عصام مرعي لعبها لإيمانويل وانفرد إيمانويل والزاوية كانت ضيقة عليه شوية. اهي هنشوفها ايمانويل، وتطلع كره ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال. عصام مرعي وطارق الشيمي ما كانش واقف على بعد 10 ردات، وطالع محمد كامل بيلعبها بالبوكس وشوطه من ايمانويل ومحاوله بدماغه لمصطفى نجم، لكن بيطلعها بره. فكرتها حلوه فعلا، ونادي الزمالك بيحاول يعمل تغيير اتنين مره واحده بيسخنوا. هذه اللعبه اللي لعبها مصطفى نجم في الاعاده، تامر عبد الحميد واحمد ساري
تامر عبد الحميد واحمد ساري اللي منتقل من النادي الاولمبي الى نادي الزمالك، ايمن منصور، سبع رضا عبد العال، ورضا عبد العال لعبها عكسيه حلوه عند اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف بدماغه حلوه، برافو يا اسماعيل، ادى كره هديه لمصطفى نجم، لكن مصطفى نجم رفض الهديه، لعبها مصطفى نجم، لو كان هنشوف اللعبه، شوف اسماعيل يوسف صلحها بدماغه نموذج لمصطفى نجم، مصطفى نجم لو حط فيها صدره كان هيقدر يتصرف فيها احسن من كده. هيخرج مصطفى نجم وحسين عبد اللطيف، وطبعا خروج مصطفى نجم مش عشان خاطر ان هو ضيع الكوره اللي فاتت، لكن مصطفى نجم جايب جول، وحسين عبد اللطيف عامل ماتش كويس، لكن الزمالك فايز وعاوز يشوف يجرب ويدي فرصه لتامر عبد الحميد ولاحمد ساري. احنا شفنا تامر عبد الحميد برضو تالق في الدوره العربيه في سوريا، ومن اللعيبه الصاعدين اللي بيودهم نادي الزمالك لكي يتربع على عرش الكره في مصر خلال السنوات القادمه. ونازل احمد ساري اللي بيعتبر مكسب لهجوم نادي الزمالك المنتقل اليه من النادي الاولمبي اللي بيلعب النهارده، يعني النهارده احمد ساري بيلعب ضد فرقته السابقه. الكره مع عاصم زغلول، لإسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف على الأرض لأحمد رمزي، لأشرف قاسم اللي بيلعبها بينية لإيمانويل، وإيمانويل معاه الكاس وبيطلعها الكاس بره، رامي التماس لنادي الزمالك جهاز النادي الأولمبي، ورامي التماس للزمالك أحمد رمزي، رضا عبد العال، أحمد رمزي، رضا عبد العال، ورضا عبد العال بيلعبها لاحمد ساري وبيطلعها من قدامه طارق الشيمي، ضربه ركنيه. 43 دقيقه على ساعتي من الشوط الثاني، النتيجه الزمالك 4 الاولمبي 1، وفي ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال، وايمن ابو زيد مقرب، شريف علي هو، وتتلعب الكره على طول لاحمد رمزي وبيلعبها حلوه ارضيه وبتطلع كره ضربه ركنيه لنادي الزمالك مره ثانيه. الكورنر من ناحيه الشمال، رضا عبد العال المره دي اللي هيلعب الكورنر، لعبها لاسماعيل يوسف وطالع خط ظهر الاولمبي عشان يكشف الاوفسايد، واحمد رمزي بيلعبها خلفيه لهشام يكن لتامر عبد الحميد،
لاحمد ساري وماشي ساري هتاخد مع اشرف قاسم وساري بيلعب كره حلوه يا دوبك بتلمس العارضه من فوق وتطلع بره ضربه مرمى لكن عملها له حلوه اشرف قاسم اهي في الاعاده ونشوف ساري من زاويه ضيقه يا دوبك بتلمس العارضه ظهر العارضه من فوق وتطلع بره ضربه مرمى للنادي الاولمبي. على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي للمباراه وهنشوف الحكم الدولي جمال صدقي هيحتسب وقت بدل ضايع. هيثم فاروق بيلعب ضربه المرمى وبيصد ولعبها حلوه ببطن رجله وتمويها ويحطها على شمال محمد كامل. الجول الرابع 4-1 الأولمبي. هنشوف اسماعيل يوسف داخل بثقه وبيحطها على شمال محمد كامل ليضيف الهدف الرابع لنادي الزمالك. نتيجه كبيره جدا 35 دقيقه من الشوط الثاني وتصبح النتيجه تقدم الزمالك 4 والأولمبي 1. بيلعب الاولمبي الضربه الموضعيه طارق الشيمي لعطيه عبد الهادي والاولمبي هيلعب 10 لعيبه لطرد محمد ابراهيم في الدقيقه 35 يعني لسه. وهيلعب الاولمبي ناقص جهود لاعبه محمد ابراهيم 10 دقائق الفاضلين. اشرف قاسم وايمن ابو زيد واحمد رمزي معاهم في الصوره. رامي التماس لنادي الزمالك هشام يكن هشام يكن بيلعبها عند اسامه يوسف لاعب النادي الاولمبي يوديها لمدحت سيد احمد ومغطي احمد رمزي واحمد رمزي بيشترك معاه ايمن ابو زيد لكن احمد رمزي ماشي وبيعدي خط السنتر وبيلعبها حلوه 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 جميله لكن ايمانويل ما يحصلهاش. عطيه عبد الهادي يرجعها للكاس. انا شايف الكاس راجع بيلعب مكان محمد ابراهيم والكاس جوكر فريق النادي الاولمبي بيلعب في كل مكان في الملعب صانع لعب ومهاجم وهو بيضيف مركز جديد الى المراكز اللي بيشغلها الكاس وشافه بيلعب ليبرو مكان محمد ابراهيم اللي اتطرد في الدقيقه 35. كره مع مدحت سيد احمد والاوفر في ايد حسين السيد على طول. احمد رمزي مفيش شك ان احمد رمزي نشط جدا في الشوط الثاني واضح خطورته وانه صانع لعب ومفتاح من مفاتيح اللعب في نادي الزمالك ومن احسن اللعيبه المصريين. يلعبها احمد رمزي لرضا عبد العال اسماعيل يوسف رضا عبد العال عصام مرعي اشرف قاسم اسماعيل يوسف ما يقدرش يسيطر عليها كويس يلعبها لايمن ابو زيد لاسامه يوسف لعاصم زغلول لكاس عاصم زغلول ناحيه الشمال لكاس واماميه وفي عمق دفاع نادي الزمالك لكن بيطلع حسين السيد ويمسكها. حوالي 38 دقيقه من الشوط الثاني على ساعتي وباقي على انتهاء المباراه 7 دقائق والنتيجه 4 الزمالك 1 الأولمبي. الكره مع عصام عبد العال من ناحيه الشمال لإيمانويل عصام مرعي لإيمانويل وإيمانويل بيلعبها وهو منفرد لكن الزاويه كانت ضيقه شويه. عصام مرعي لعبها لإيمانويل وانفرد إيمانويل والزاويه كانت ضيقه عليه شويه
اهي هنشوفها ايمانويل، وتطلع كره ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال. عصام مرعي، عصام مرعي، وطارق الشيمي ما كانش واقف على بعد 10 ردات، وطالع محمد كامل ولعبها بالبوكس وشوطه من ايمانويل ومحاوله بدماغه لمصطفى نجم لكن بيطلعها بره. فكرتها حلوه فعلا. نادي الزمالك بيحاول يعمل تغيير اتنين مره واحده بيسخنوا. هذه اللعبه اللي لعبها مصطفى نجم في الاعاده. تامر عبد الحميد واحمد ساري، تامر عبد الحميد واحمد ساري اللي منتقل من النادي الاولمبي الى نادي الزمالك. ايمن منصور، سبع رضا عبد العال، ورضا عبد العال لعبها عكسيه حلوه عند اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف بدماغه حلوه، برافو يا اسماعيل، ادى كره هديه لمصطفى نجم لكن مصطفى نجم رفض الهديه. لعبها مصطفى نجم، لو كان هنشوف اللعبه، شوف اسماعيل يوسف صلحها بدماغه نموذج لمصطفى نجم. مصطفى نجم لو حط فيها صدره كان هيقدر يتصرف فيها احسن من كده. هيخرج مصطفى نجم وحسين عبد اللطيف، وطبعا خروج مصطفى نجم مش عشان خاطر ان هو ضيع الكوره اللي فاتت، لكن مصطفى نجم جايب جول، وحسين عبد اللطيف عامل ماتش كويس، لكن الزمالك فايز وعاوز يشوف يجرب ويدي فرصه لتامر عبد الحميد ولاحمد ساري. احنا شفنا تامر عبد الحميد برضو تالق في الدوره العربيه في سوريا، ومن اللعيبه الصاعدين اللي بيعدهم نادي الزمالك لكي يتربع على عرش الكره في مصر خلال السنوات القادمه. ونازل احمد ساري اللي بيعتبر مكسب لهجوم نادي الزمالك المنتقل اليه من النادي الاولمبي اللي بيلعب النهارده، يعني النهارده احمد ساري بيلعب ضد فرقته السابقه. الكره مع عاصم زغلول، سامي يوسف، لكن بيقطعها هشام ياكل. بننتهز الفرصه لتهنئه الكابتن حرب الرئيس الجديد المعين لاتحاد الكره المصري ومعه اعضاء مجلس الاداره، وبنرجوهم باسم الشارع الكره في مصر مزيد من الاهتمام بالمدرب المصري، مزيد من الاهتمام بالحكم في مصر، مزيد من الاهتمام بمسابقات الناشئين وتطويرها لتفرز لنا افضل العناصر للفريق القومي. كرة تامر عبد الحميد بيلعبها لاسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف على الارض لاحمد رمزي، لاشرف قاسم اللي بيلعبها بينيه لايمانويل، وايمانويل معاه الكاس وبيطلعها الكاس بره، رامي التماس لنادي الزمالك جهاز النادي الاولمبي، ورامي التماس للزمالك احمد رمزي، رضا عبد العال، احمد رمزي، رضا عبد العال، ورضا عبد العال بيلعبها لاحمد ساري وبيطلعها من قدامه طارق الشيمي ضربه ركنيه. 43 دقيقه على ساعتي من الشوط الثاني، النتيجه الزمالك 4 الاولمبي 1، وفي ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال، وايمن ابو زيد مقرب، شريف علي هو، وتتلعب الكره على طول لاحمد رمزي وبيلعبها حلوه ارضيه وبتطلع كره ضربه ركنيه لنادي الزمالك مره ثانيه. الكورنر من ناحيه الشمال، رضا عبد العال المره دي اللي هيلعب الكورنر، لعبها لاسماعيل يوسف وطالع خط ظهر الاولمبي عشان
يكشف الاوفسايد، واحمد رمزي بيلعبها خلفيه لهشام يكن، لتامر عبد الحميد، لاحمد ساري، وماشي ساري هتاخد مع اشرف قاسم، وساري بيلعب كره حلوه يا دوبك بتلمس العارضه من فوق وتطلع بره ضربه مرمى، لكن عملها له حلوه اشرف قاسم. وهي في الاعاده ونشوف ساري من زاويه ضيقه يا دوبك بتلمس العارضه ظهر العارضه من فوق وتطلع بره ضربه مرمى للنادي الاولمبي. على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي للمباراه، وهنشوف الحكم الدولي جمال صدقي هيحتسب وقت بدل ضايع. هيثم فاروق بيلعب ضربه المرمى وبيصفر الحكم الدولي جمال صدقي لتنتهي هذه المباراه بفوز نادي الزمالك 4 والنادي الاولمبي 1. وشكرا لحضرتك.